المصحف بقى في التاريخ والمراجع والحاجات وكلام من ده. عايز اسالك على حاجه يعني مش عارف هل هي موجوده في، لسه هقرا الكتاب ان شاء الله، واكيد هلاقيها موجوده بشكل او باخر حتى ولو ما بين السطور، بس في دايما عبارات برضو من العبارات اللي بتتوارثها الاجيال ورا اجيال من الاهلاويه، عباره من عينه الاهلي بمن حضر وجمله من عينه روح الفانيلا الحمراء. عبر التاريخ شفت لهم وجود، شفت لهم انعكاسات مراحل معينه؟ طبعا طبعا، وانا متفاهم جدا ان هم ازاي القصه دي لازم يكسروها. ليه بقى؟ لان انت لما جيل بيسلم جيل بتتحول عندك لعقيده، عقيده رياضيه يعني طبعا. فبالتالي انت بتصدق نفسك، والكلام البعد النفسي ده في كره القدم مفهوم جدا. كان في بعض اللاعبين بينزل يعني مع البانا، بينزل ملعب يروح يرميها في نصف الملعب الاخر، لاعب تاني هو نازل لازم ينط نطتين على رجله اليمين طبعا. ففي احوال كده لازم يعملها بيتفائل بيها، هي ممكن ما تكونش مؤثره في المباراه، ولكن على الاقل هي بتريحه نفسيا، مرضيه ليه هو بالظبط ان هو يؤدي في افضل حال ليه. نفس القصه دي الاهلي بمن حضر بيخلي دايما وقت النقص في الـ القايمه، في اصابات، في اي حاجه من هذا القبيل، وبتلاعب فريق قوي فبتبدا تستجمع ايه، خد بالك احنا الاهلي بمن حضر. هل كل المباريات هنبقى الاهلي بمن حضر؟ لا طبعا. بس لما اجي لما اقول ان انا اوقفت 16 لاعب ايقاف تربوي وواجهت نادي الزمالك في الثمانينات بجيل كان اسمه العتاوله وفوز عليه 3-2 بمجموعه شباب، لا ده لازم احطه. لما اجي اقول ان انا ايقاف تربوي طبعا 16 لاعب كان ازمه شهيره، كان الكابتن محمود الجواري هو المدير الفني للنادي الاهلي، وبعض اللاعبين تضمنوا مع الكابتن محمود الجواري، وقتها الكابتن حسن حمدي كان المشرف على الكره وكان مسؤول عن ملف كره القدم، فقرر قرار والكابتن صالح سليم يعني وافق عليه بايقاف 16 لاعب في مواجهه نادي الزمالك. كان بقى كوارشي وفاروق جعفر واسماء كان اسمهم فعلا العتاوله، اسمهم العتاوله. ومع ذلك لا، انا عايز اقول لك حاجه، يعني كابتن بدر رجب كان بيحكي حاجه، بيقول احنا صغيرين ونازلين الملعب لقينا جماهير الزمالك بتعد الواحد من 1 لـ10، يعني الثقه عند جماهير الزمالك ان فريق العتاوله ده يكسب 10، فاذا بفريق الشباب ده يعني بيستدعي روح الفانيلا الحمراء بقى والاهلي بمن حضر وبيفوز على نادي الزمالك، فبنصعد للنهائي بنفوز على نادي الزمالك وبناخد بطوله. فده جزء ما ينفعش اغفله طبعا، لازم طبعًا. ان انا اخد منه دعم لما اجي مثلا امام مونتريل المكسيكي في البطوله قبل الماضيه اللي خلاص البطوله اللي فاتت دي، وناقص 15 ولا 14 لاعب، وبلاعب مونتريل المكسيكي ده اللي سبق وفاز على جيل ذهبي بخماسيه رقم كبير، فلازم استدعي الاهلي بمن حضر. فيجي محمد هاني يسجل هدف واصعد في مباراه تاريخيه فلازم استدعي ده، عشان ده ايه، بيخليني ادي باور وقوه لاي ظرف استثنائي انا بمر بيه، في نقص، في شورت في القائمه او في الفريق. فطبعا يعني صعب جدا على المنافس. يعني انا هقول لك حاجه مهمه جدا، انا مستمتعه جدا وانا بسمعك بجد يا احمد، يعني انا متاكده ان الساده دلوقتي المشاهدين كمان يعني يا رب. لا طريقه سردك وانت بتجيب وقائع وبتجيب او بتلمس كمان امور احنا تهمنا كجماهير نادي اهلي جدا، الحمد لله. يعني الحمد لله، وكلام موضوعي جدا الحقيقة. هو ده اهم حاجه، ان انت دايما تكون تحاول توصل الموضوعيه. يعني كنت بتكلم عن نقطه الاهلي من حضر، كابتن احمد حسام ميدو وهو بيدرب نادي الزمالك كان له تصريح شهير جدا، قال لك لاعبي نادي الزمالك انا بفرجهم على فيديوهات عشان بينزلوا مهزومين نفسيا من النادي الاهلي. هو ده اللي انت بترسخه، ان انت ممكن تيجي ماتشات تكون عندك نقص لاعب 2-3 وتخسر، فيطلع يقول لك هو فين بقى الاهلي من حضر؟ ما انا ما بقولش ان انا طول الوقت هكسب، مفيش فريق في العالم طول الوقت اصلا بالزبط. بيكسب، هو مكتمل. فاكيد وانا عندي بعض النواقص اكيد هتعرض للخساره. صحيح. فعشان كده احنا لازم نصر على روح الفانيلا الحمراء، نفضل دايما على الاهلي بمن حضر، نفضل دايما احنا الاهلي نادي المبادئ، حتى لو في بعض الاوقات في خلل، في بعض الاخفاقات، نبقى مكملين. وعشان كده قلت ايه، لسنا المدينه الفاضله ولكننا المدينه الافضل. احنا بنحاول نصل لاعلى درجه من درجات تاريخ النادي الاهلي، موروثات النادي الاهلي.